الأفضل في جيبك، روح بالأفضل في جيبك. هسه عزيز اعطيك ضربة قصيرة انت. الشاطئ الساحلي يلي حسيمة، يا سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله رائع ما شاء الله. الله علي يا سلام ما شاء الله يا سلام. هنا عومة وخا نقسمها اثنين من برا انت وخاوية مزيان يا سلام. هنا نعومون اي لا سلام سلام كان طلاب كان كل شيء كله صوني في التليفون ديالك طيح تنى هذا احسن بحر قسم بالله احسن بحر اخي صح
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. من عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته معرفة الله فاتته معرفة كل شيء. وهذه الكلمة حكيمة، وهذه الآية عظيمة من عند الله عز وجل في سورة النحل. فاليوم جبنا لكم العسل الطبيعي الحر الأصلي ديال الجبال تونات ما شاء الله تبارك الله، وكذلك أقوى مضاد حيوي في الكون اللي هو حبوب اللقاح البروبوليس لمعظم الأطباء. فبما أنك تمشي عند طبيب دكتور مختص وغينصحك بالعكبر وما غيكتب لكش الورقة ديال الدواء تمشي للفارماسي، إذن رالي هذا المكون ما شاء الله شأن عظيم على الصحة ديالنا، وكذلك غذاء الملكات الغني عن التعريف اللي كيعرفوه الناس اللي جربوه والناس اللي عانوا معاناة كثيرة وسنوات كثيرة مع الأدوية، ولكن استعملوا هذا المدة شهور قليلة جاب الله تيسير وجاب الله الشفاء. نبدأ بالعسل الحر الطبيعي الأصلي ديال جبال تونات. عندنا العسل الحر الحلو وعندنا العسل الحر المر اللي مر المذاق، أو نقولوا لحنا في البلاد مرونة. العسل ديال المرونة اللي هو نادر، كيتواجد في ثلاثة ديال المناطق في المغرب فقط، تونات وزان وشي مناطق في الشاون. هذا عسل حر طبيعي أصلي 100% ديال الجبال، اللهم زيد وبارك. بالنسبة لحبوب اللقاح اللي كتعتبر أقوى مضاد حيوي في العالم، تا هو كتنتج النحلة. النحلة كتنتج لينا بزاف ديال المكونات ما شاء الله تبارك الله، كلها صالحة للصحة. والله عز وجل ذكر لنا في الآية الكريمة أن في العسل شفاء للناس، يعني راه شفاء. بما أنه شفاء إذا راه هنا كاين شفاء، راه ما كاين حتى شي حاجة أخرى. فما شاء الله تبارك الله المادة ديال حبوب اللقاح وكذلك غذاء الملكات اللي خاصو يكون طري. بزاف ديال الناس كيسولوني على غذاء الملكات حبوب، هذاك ما كيكونش فيه المكون، يعني ما كيكونش فيه المكونات الحقيقية الأصلية وما كيكونش طري. ف من طبيعة الحال فرق كبير فاش كتاكل شي حاجه طريه من الشجره وفاش كتمشي كتيبس مثلا المشمشه. واش فاش كناخذ المشمشه طريه من الشجره بيو هكاك وكناكلها كتكون نفس القيمه الغذائيه ديالها فاش كنديوها وكننشفوها في الفران وكتيبس، ربما نزيدو معها شي مواد غير صالحه باش كدوم لينا. راه من طبيعة الحال كاين الفرق. كذلك هذا راه حر طبيعي اصلي بالكوموند، طبيعة الحال هذا بالكوموند، يعني حتى كيكومونديه الزبون او الكليان عاد كنمشيو ناخذوه له من عند النحل مباشره تبارك الله. طبيعي حر اصلي كيكون سائل بحال هكا وكيبقى عندنا في الفريغو، كنصيفطوه له وكيديروه في الفريغو بطبيعه الحال كيبقى يستعمل منه. الا استعملتي هذا الغذاء الملكات لا جولي رويال، والا استعملتي العكبر اللي هو البروبوليس، والا استعملتي البولا اللي هما حبوب اللقاح، والا استعملتي الطوب ديال لوميال العسل الحر الاصلي، من طبيعه الحال انسى شي حاجه سميتها المرض، انسى شي حاجه سميتها قله المناعه، انسى شي حاجه سميتها الفقر، انسى شي حاجه سميتها جرثومه المعده او بومزوي القولون العصبي. من طبيعه الحال بزاف ديال الناس حاروا شبعوا دويات شبعوا مصحات شبعوا ما لكن ما كيمشيوش للطبيعه. راه الاصل الرجوع للطبيعه اللي هو ما شاء الله تبارك الله طبيعة غنية بكل ما تحمله الكلمة معنا. فالمهم باش ما نطولش عليكم، هاد الخير اللي كتشوفوه راه معروض للبيع، هذا فقط دي شونتيو. اما ستوك عندنا ما شاء الله تبارك الله، عندنا الجملة وعندنا التقسيط، اللي بغى شي حاجة مرحبا الف مرحبا. كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربية حتى الباب دارك، وكذلك اوروبا فرنسا بلجيكا المانيا هولندا ايطاليا او اسبانيا، فمرحبا والف مليون مرحبا. هادو كلهم متوفرين، فقط غذاء الملكات اللي كيكون عبر الطلب، حيت ميمكنش نجيبوه حنا وكيبقى عندنا، كنجيبوه مباشره من المنحل من طبيعه الحال بلا كوموند. مرحبا والف مرحبا، واللي بغى الدواء اللي بغى الشفاء اللي بغى الصحه اللي بغى المناعه يتوكل على الله، سواء من عندي سواء من عند الناس كيتيق فيهم وكيعرف ان عندهم عسل حر طبيعي اصلي بالشفاء العاجل ان شاء الله.